الملاحظ هو أن الإعلام والتناول الإعلامي لظاهرة الهجرة وقضايا المهاجرين أصبح محل مساءلة في عدة مجتمعات، وبالنسبة لنا في المغرب مهم جدا أن نشتغل جموعيا على مسألة المعالجة الإعلامية لقضية الهجرة، لأن الإعلام يمكنه أن يكون جزء من الحل إذا تمكن من إيصال صورة مبنية على الخبرة، على المعطيات، على الأبعاد المتعددة لقضية الهجرة إلى مجتمع هو بالضرورة مجتمع مفتوح، مجتمع استقبال. لذلك فالرهان هو أن نعمل نحن في الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري في إطار هذه الجهود الجمعية حتى نرسي ثقافة معالجة صحفية لقضية الهجرة، مبنية أولا على حقوق الإنسان، مبنية أيضا على خبرة، لأن الهجرة ليست فقط قضية إنسانية، هي أيضا قضية اقتصادية، قضية حقوقية. ومن الملاحظات أيضا هو أن الإعلام لا يتعامل مع المهاجر كفاعل وإنما كموضوع، وهذا نعتبره جزء من يمس بإنسية المهاجر. هناك بعض الأصوات أيضا المغيبة أو القليلة الحضور في المعالجة الإعلامية للهجرة وهو صوت المرأة، علما بأن الهجرة على المستوى العالمي أصبحت ظاهرة موسومة بحضور قوي للمرأة. هناك أيضا عدة ملاحظات أخرى عن التناول الإعلامي لقضية الهجرة، مثلا التسليط على الإثارة وعدم يعني اليقظة فيما يخص الصور النمطية. ويمكنني أن آتي ببعض الأرقام التي تبين بأن المعالجة الإعلامية لقضايا الهجرة في كل المجتمعات هي الآن تثير ملاحظات نقدية مهمة جدا. مثلا في الإعلام الأوروبي عادة ما يقدم الإفريقي جنوب الصحراء كصورة، صورة المهاجر الأكثر تردد، علما بأن المهاجرين الأفارقة هم عدديا ونسبيا أقل بكثير من المهاجرين الأسيويين والأمريكيين. هناك أيضا استعمال مفردات توحي للمتلقي بأن هناك تسونامي للمهاجرين، بأن هناك زحف للمهاجرين على القارة الأوروبية، علما بأن الهجرة يعني كل سنة، وهذه أرقام ديال المنظمة العالمية للهجرة، الهجرة هي فقط 3.4% من مجموع سكان العالم، إذن هي ظاهرة يعني ضعيفة نسبيا. هناك مغالطات أخرى يجب أن نصححها بعمليات تحسيسية وبتكوين، وهي أن نقدم المهاجرين الهجرة كفعل إفريقي موجه ضد أوروبا أو ضد أمريكا، علما بأن الأفارقة لا يمثلون إلا 14% من مجموع المهاجرين في العالم، وهذه أرقام أممية. الإفريقي الأسود السحنة يعتبر هو في عدة أوساط إعلامية غربية هو الوجه العادي للهجرة السرية، علما بأن الأرقام تبين بأن 80% من المهاجرين الأفارقة في العالم هم مهاجرين نظاميين. إذن الهجرة السرية ليست فعل إفريقي يعني كبير جدا. فهذه بعض المعلومات التي تظهر بأن الإعلام لا يقوم بوظيفته على الوجه الأكمل فيما يخص تقديم صورة واقعية معززة بالأرقام الحقيقية عن ظاهرة هي في نفس الوقت لها بعد اقتصادي، بعد إنساني، وبعد حقوقي.